تدعي الدوحة أن الأزمة اندلعت عقب اختراق وكالة أنبائها ونشر بيان منسوب لأميرها الذي تقول إنه غير صحيح. الدوحة لم تقدم حتى اللحظة ما يثبت اختراق وكالتها فعلا، أما البيان الأميري فقد ثبتت صحته لو رصدنا فقط المستجدات القطرية منذ بدء الأزمة ومن دون الحاجة حتى للرجوع إلى تاريخ 20 عاما من السياسات القطرية التي تتفق مع بيان أميرها. في البيان أكد أمير قطر أنها تتعرض لحملة ظالمة تزامنت مع زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة وتستهدف ربطها بالإرهاب، لكن فعليا لم تكن هناك أي حملات، ودعم قطر للإرهاب مرصود أمريكيا قبل أن يكون عربيا. دولة قطر لطالما كانت للأسف ممولة للإرهاب وعلى مستوى عال جدا. بل وأكد وزير خارجية قطر دعم بلاده للإرهاب. دولة قطر بالعكس هي تقع في أسفل القائمة بالنسبة للدول المتورطة في مثل هذا الجرم. بيان أمير قطر انتقد إجراءات دول المنطقة بإصدار تصنيفات التنظيمات الإرهابية، ووصف أمير قطر الإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب العربية بأنهم أصحاب نشاط عادل، لكن فعليا المدرجون على قوائم الإرهاب العربية هم مدرجون أيضا على قوائم الإرهاب العالمية، ومعظمهم يعيشون في كنف الدوحة. وأكد بيان أمير قطر أن السلطات في الدوحة لا تتدخل في شؤون الآخرين، لكن التسريبات وما تكشف من البحرين والإمارات والسعودية ومصر وصولا إلى ليبيا تثبت أن قطر لم تتدخل وحسب، بل حضرت وشاركت في عدم الاستقرار. درع الجزيرة ما في قوات قطرية أول شيء، بعدين في 2 ضباط مراقبين، هذا حسب قانون درع الجزيرة. قانون درع الجزيرة يلزمنا بالمشاركة في دول المجلس، أنت عارف إيجاد بنية تحتية للهاربين من الإمارات في قطر وموضوع احتضانهم، والبعض سافر إليها ببطاقات الهوية، ثم يفاجأ الجميع أنهم ينتقلون ويتنقلون خارج قطر بوثائق. قطر جعلت ليبيا مسرحا للجريمة، ارتكبت جرائم جسيمة ضد الإنسانية في ليبيا. بيان أمير قطر أشار إلى توتر العلاقات مع واشنطن، لكنه أكد أن قاعدة العديد الأمريكية تمثل حصانة لقطر مما وصفها بأطماع بعض الدول المجاورة، وأنها الفرصة الوحيدة لأمريكا لامتلاك النفوذ العسكري بالمنطقة، وأنه لا يمكن لأي إدارة أمريكية التخلي عن هذه القاعدة. لكن ترامب أشار أن بإمكانه نقل القاعدة. ستكون على ما يرام، إذا اضطررنا للرحيل فإننا سنجد 10 دول مستعدة لبناء قاعدة عسكرية عوضا عن تلك الموجودة في قطر. ووصف أمير قطر حماس بأنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن علاقاته ممتازة مع إسرائيل، وهذا ثابت، فقادة حماس يعملون من الدوحة. بيان أمير قطر يشدد على بناء علاقات قوية مع إيران بوصفها قطريا تمثل ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله، وأنها أي إيران ضمانة لاستقرار المنطقة. وهذا ما ثبت في اليوم الأول من الأزمة، حين اتصل تميم بالرئيس الإيراني موجها السلطات في الدوحة للمباشرة في تعزيز العلاقات مع طهران. أفعال قطر تثبت صحة ما جاء في بيان أميرها، والدوحة تنفي الكلام ولا يمكنها الدفاع عن الأفعال. وعليه، إن كانت وكالة الأنباء القطرية مخترقة، فهل السلطات القطرية وسياساتها مخترقة أيضاً؟